الجلابة هي الزي التقليدي المغربي بطابعه التراثي والعصري، وهو يمثل واحدة من مجموعة الملابس التراثية والشعبية التي ما زالت يحافظ عليها المجتمع المغربي منذ القدم، ويعد اليوم زيا للحفلات والمناسبات لا ينازعه في المكان أي زي آخر. يمثل الزي التقليدي المصنوع يدويا مصدر فخر لمدينة وزان المغربية. قد تكون عملية صنعه في وزان يدويا عملية شاقة وطويلة، ولكن السكان المحليين يسعدون باستثمار ساعات عملهم في صناعتها. الصوف الوزانية واللي هي كتخدمها المرأة بيدك يدوية، هذه هي اللي كتطلع لنا الجودة ديال الجلابة الوزانية. لا يمكن باش يعني نجيبوا شي صفاية أخرى وتطلع لنا الجودة ديال الجلابة الوزانية، يعني الجلابة الوزانية كتمتاز بداك الصناعة ديال المرأة، واللي هي هذيك هي القاعدة. إذا ما كانتش الصوف البلدية واللي هي خدمها المرأة ما يمكن تطلعني الجودة ديال الجلابة الوزانية. قد يستغرق الأمر ما يصل إلى أسبوع حتى يقوم الخياط بحياكة جلابة وزان، وهو زي مصنوع يدويا أصبح رمزا للمدينة المغربية. ولطالما كان هذا الجلباب الفضفاض ذو الأكمام الطويلة الزي الرسمي للارتداء في المناسبات الدينية، ولا يزال الزي التقليدي جزءا أساسيا من خزانة الملابس بالنسبة للكثيرين في وزان. الجلابة الوزانية عندها واحد تاريخ جد يعني من الأجداد ديالنا حنا الناس هادو، يعني ما يمكنش أن الوزاني ما يلبسش هاد الجلابة ديالنا، يعني عندها واحد أنا تاريخ يعني بالنسبة لصلاة الجمعة ولا العلماء ولا الناس اللي يعني اللي في يعني اللي في مدينة وزان ما يمكن لهمش أنهم مثلا ما يلبسوش، يعني جات الجلابة الوزانية من الأجداد ديالنا. لكن صناعة الجلباب تتطلب ساعات طويلة من العمل والجهد، وهو عمل تقوم به الخياطات من النساء بشكل أساسي. وفي الماضي كانت الجلابة تصنع للرجال فقط، ولكن بدأ مؤخرا صنعها للنساء والأطفال أيضا. وتختلف الجلابة التقليدية من مدينة مغربية إلى أخرى، ولكن جلابة وزان هي أشهر نموذج، كونه مصدر عيش لآلاف من المغاربة على مستوى الوسط الحضري والقروي.